كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم، أجمل شهر في السنة، ويعود عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. جايبة لكم النهاردة أهم الوجبات، السحور والفطار، كل حاجة هنتكلم فيها. هاتوا ورقة وقلم واكتبوا معايا، لأنها هتكون حلقة بجد مهمة جدا جدا. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. اسمحوا لي احتفل معاكم النهارده ان انا جبت كاميرا جديده، ودي حاجه مفرحاني جدا جدا، لاني بصراحه من اول ما بدات القناه وانا هدفي ان انا اقدم لكم افضل حاجه، والكاميرا طبعا بتفرق جدا في الصوره، فانا مبسوطه جدا جدا جدا، وبشارككم فرحتي باني بحاول اقدم لكم افضل حاجه هنا في القناه. نبدأ في موضوع الحلقة. أول حاجة قبل ما نبدأ الحلقة، اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عنك إزاي تخس 12 كيلو في شهر رمضان، في دايرة هتظهر فوق وجنبها كده خط هيطلع، تدوس عليه وتشوف الحلقة دي علشان تقدر تشتغل بنفس النظام ده زائد الوجبات اللي أنا حدها لكم. حلقة النهاردة مقسومة جزئيتين، جزء هنتكلم فيها عن الأكل بكل التفاصيل، وجزء تاني كده شوية نصايح مهمة جدا لازم نعملها إن شاء الله. وجبات النهاردة مقسومة أربع حاجات. أول حاجة كسر فطار، وبعدين فطار، وبعدين سناك، وآخر حاجة اللي هي وجبة السحور. الأربع الحاجات دول مهمين جدا جدا، ولازم ما تفوتش حاجة فيهم، وتبقى حريص ان انت تدي كل وجبة حقها. كسر الفطار اللي هو أول ما بنسمع الأذان على طول بنبقى محتاجين ناخد حاجة ونروح نصلي ونرجع نكمل الفطار. طيب كسر الفطار ده عبارة عن ايه، او ايه الحاجة اللي احنا هنعملها عشان نكسر الفطار بتاعنا؟ أول حاجة نشرب كوبايتين مية، وانا ركز جدا على المية، لان في ناس كتير اول ما بتسمع الاذان بتروح تشرب السوبيا او العرق سوس او التمر، الحاجات دي كلها بترفع جدا السكر، وبتخليك ان انت طول الوقت عايز تاكل، وجسمك مش بيبقى خد كفايته من المية نفسها، لان هو بيحتاج اكتر حاجة المية. فاول حاجة هتاخد كوبايتين مية، وبعدين تاخد 3 تمرات من البلح، وتاخد كوباية لبن خالية من الدسم. يبقى هتاخد الحاجات دي. لو مفيش كوباية لبن خالية من الدسم، هتاخد عصير اي فاكهة بتحبه يكون فريش بسكر دايت. فريش يعني انت اللي عامله في البيت، يعني الفاكهة اللي انت بتحبها جايبها وبتضربها في الخلاط وبتحط لها سكر دايت، لكن ما تشتريش برضو العصائر من بره، لان نسبة سكريات وسعرات على الفاضي. نرجع بقى نبدأ في الوجبة بتاعتنا اللي احنا هناكلها في الفطار. الوجبة بتنقسم لخمس عناصر اساسيين ما ينفعش توقع فيهم اي عنصر. اول حاجة شوربة، تاني حاجة سلطة، تالت حاجة بروتين، رابع حاجة خضار، واخر حاجة النشويات، يعني لو كان فيك نفس تكمل. طيب تعالوا كده باختصار نشوف مثال لكل حاجة. اول حاجة الشوربة، لو عندك شوربة فراخ او شوربة لحمة، هتشيلي بس تحاولي تشيلي الطبقة الدهنية اللي تبقى من فوق دي بملعقة او اي حاجة. لو ما عندكيش دي او دي، هتعملي شوربة بنفسك في البيت عادي من غير لحمة او اي حاجة، شوية مية، وتحطي مكعبين مرقة وبصلة وملح وفلفل، وتغطيها وتسيبيها فترة كده تغلي غلوتين، ويبقى عندك طبق شوربة محترم وسعراته قليلة جدا جدا. يبقى اول حاجة نعملها نشرب طبق الشوربة بتاعنا. تاني حاجة السلطة. السلطة مهمة جدا جدا ومفيدة، ولازم تاكليها في الاول، لانها بتساعد على الشبع، وفي نفس الوقت بتمد الجسم بكل العناصر اللي هو محتاجها. يعني السلطة طبعا بيبقى فيها حاجات زي الخس، زي الطماطم، زي الفلفل، لكن اهم حاجة وبركز عليه جدا عنصر الخيار، لان الخيار من الخضروات اللي مليان بالمية، وعلشان كده بيمد الجسم بمية وبيساعده على انه يعوض النقص اللي حصل اثناء الصيام. نيجي بقى لجزء البروتين في الوجبة بتاعتنا، وجبة الفطار. اول حاجة صدر فراخ تكوني شايلة منه الجلد، او ورك فراخ تكوني برضو شايلة منه الجلد، او 3 قطع لحمة متوسطين، او سمكة متوسطة، او علبة تونة متصفية من الزيت. اي حاجة من الحاجات دي كويسة جدا، وهتساعد انك تبقي شبعانة، وكله بروتين ممتاز جدا جدا للجسم. كده يبقى معانا حاجتين، الخضار والنشويات. بالنسبة للخضار، اي خضار انتوا عاملينه في البيت هتاخدي منه طبق صغير، زي مثلا طبق ملوخية حجمه وسط، او طبق بسلة، اي الخضار الموجود عندك في البيت الطبيخ هتاخدي منه طبق صغير. اخر حاجة وهي الجزء النشويات، يعني لو اتبقى فيكم نفس ممكن نكمل بالنشويات، لكن لو خلاص شبعت يبقى زي الفل، بلاش خالص ناكل النشويات. ايه النشويات اللي ممكن ناكلها؟ اول حاجة ممكن ناكل وحدة بطاطس مسلوقة متوسطة، او ممكن ناخد 2 توست
اسمر او اتنين توست بني، او ممكن ناخد نص رغيف عيش مصري، او ناخد نص رغيف عيش سن، او ناخد 6 ملاعق رز او 6 ملاعق مكرونة. وبالنسبة للرز والمكرونة الست ملاعق دول بعد السوى مش قبل السوى، يعني مثلا ما تجيش تاخدهم نيين وتروح تعملهم، طبعا هيعملوا كمية كبيرة. لا، تاخد 6 ملاعق رز او 6 ملاعق مكرونة ويكونوا بعد السوى. كده خلصنا الوجبة الاولانية او هي وجبة الفطار. طيب نيجي لتاني وجبة، او هي الوجبة اللي زي بنقول عليها سناك، او الحاجة اللي في النص، او الحاجة اللي بنسند بيها. إيه وجبة السناك دي بتبقى ايه؟ لا طبعا احنا هنلعب رياضة المفروض، فوجبة السناك دي بتبقى اول حاجة تبقى بعد الفطار ب4 ساعات، ولو انت هتلعب رياضة هتبقى قبل الرياضة بنص ساعة او بعد الرياضة بنص ساعة. دي تختار منهم قبلها بنص ساعة او بعدها بنص ساعة هتاخد وجبة سناك. طيب انا بديكوا 3 اختيارات للوجبة السناك حسب ما انت عايز، خد وحسب ما مودك حابب تختلف، يعني كل يوم خد اللي انت عايزه. اول حاجة تاخد حفنة على قد الايد من المكسرات زائد كوباية قهوة بسكر دايت. ده هيساعدك جدا انه يمدك بالطاقة اثناء التمرين او بعد التمرين، وهيعوض جسمك عن الفقد اللي حصل فيه او التعب او الارهاق، فهيمدك بطاقة كويسة جدا. تاني اوبشن معانا انك تختار 3 قطع من الشوكولاتة الدارك زائد كوباية نسكافيه بلبن خالي الدسم وبسكر دايت. يعني نسكافيه سادة تبقى انت عامله وتزود عليه لبن خالي الدسم وتزود عليه سكر دايت حسب الرغبة بتاعتك. دي وجبة محترمة جدا وكويسة، وبرده هتدي لجسمك الفايدة اللي محتاجها بعد التمرين. اختيار الوجبة الثالثة وهو تفاحة متوسطة الحجم او موزة متوسطة الحجم زائد كوباية زبادي خالي الدسم. يبقى انت عندك ال3 وجبات دول هتاخد واحدة منهم قبل التمرين بنص ساعة او بعد التمرين بنص ساعة، ودي تبقى وجبة سناك كويسة جدا جدا. اخر حاجة معانا وهي وجبة السحور، والسحور طبعا بيتقسم ل3 اجزاء رئيسية. اول حاجة السلطة، تاني حاجة البروتين، اخر حاجة نشويات لو كان انت لسه عندك استعداد تاكل. لكن لو انت شبعت خلاص يبقى نكتفي بالسلطة والبروتين، وحدي لك شوية اختيارات تختار بينهم حسب ما انت عايز. اول وجبة معانا وهي طبق سلطة كويس، وزي ما قلت لازم يكون فيها الخيار او تحاول تكتر من الخيار. تاني حاجة 4 ملاعق فول وعدد 1 بيضة مسلوقة ونص رغيف عيش مصري. تاني وجبة برضو طبق السلطة يكون فيه الخيار زائد عدد 4 ملاعق جبنة قريش و2 بيضة مسلوقة ونص رغيف عيش اسمر او نص رغيف عيش سن. عايز اقولك ليه الفول او ليه البيض، لان الفول او البيض بيساعدوك على الشبع لفترات طويلة جدا جدا، ولما تحطهم في وجبة السحور هيقلل الجوع على مدار اليوم. طب لو انت زهقت بقى من الفول والجبنة والبيض والحاجات دي كلها ومعدتك مش مستحملة بقى، ممكن في اوبشن تالت خالص انك تاخد طبق فاكهة زائد كوباية عصير فريش انت عامله بسكر ده. ايه الفاكهة اللي المفروض تاخدها او احسن فاكهة ممكن تاخدها في السحور؟ هي فاكهة البطيخ، لان البطيخ فيه نسبة حلوة جدا جدا من المية، ومن اكتر الفواكه المليانة بالمية، وبتساعدك على الامتلاء طول الفترة بعد السحور. فلو اخدت طبق بطيخ يعني متوسط زائد كوباية عصير اي فاكهة انت بتحبها بملعقة سكر دايت، يبقى انت كده برضو في مية في جسمك كويسة جدا على مدار اليوم. يبقى احنا كده قلنا امثلة للوجبات على مدار اليوم. اول حاجة كسر الفطار والفطار، وبعدين السناك، واخر حاجة السحور. في حاجات مهمة جدا لازم تكونوا عارفينها قبل ما نبدأ ننفذ الوجبات دي، ونصايح مهمة جدا جدا جدا. اول حاجة انك لازم قبل كل وجبة تشرب 2 كوباية مية، وفي اخر الوجبة تشرب 2 كوباية مية. ده ضروري جدا تعمله، انك تشرب 2 كوباية مية في الاول، وبعد ما تخلص الوجبة تاخد 2 كوباية مية. ده هيساعدك في الشبع والامتلاء، وبالتالي هيعلي معدل الحرق، وجسمك اصلا بيبقى محتاج مية طول الوقت. فمهم جدا انك ما تنساش تاخد 2 كوباية مية قبل كل وجبة وبعد كل وجبة 2 كوباية مية. تاني حاجة الفاكهة مسموح بيها 2 مرات بس في اليوم حسب اختيارك. يعني فاكهة ممكن يكون موجودة مرة في السحور ومرة في السناك، او مرة في السناك ومرة في الفطار، او مرة في الفطار ومرة في السحور، لكن ما تاخدهاش 3 مرات في اليوم، يعني تاخدها 2 مرات بس. ال3 مرات اللي قلنا عليهم في وجبة السحور دول بيعادلوا فاكهة واحدة، يعني انت لو اخدتهم كأنك اخدت فاكهة واحدة ويبقى لك فاكهة تانية. طيب لو انت عايز تاخد تمر تاني هتاخد 3 تمرات تانيين برضو في وجبة تانية، تبقى اخدت 6 تمرات في اليوم، وده كويس جدا وهيمدك بالطاقة وكأنك اكلت ايه
فاكهتين، يبقى الفاكهه مسموح بيها مرتين بس في اليوم مش اكتر من كده. حاجه تانية مهمه جدا انك لازم في الصيام تاخد فيتامين يساعدك ويشد الجسم، لانك بتبقى طبعا مهبط طول الوقت مع نقص الاكل ونقص الميه. فمهم جدا انك بعد وجبه السحور على طول تاخد كبسول سوبرافيت او تاخد كبسول فيتاماكس بلس، ده كل يوم تاخده بعد السحور هيديلك طاقه وهيسندك كده ويخليك انك نشيط اكتر ومش مهبط. حاجه تاني لو نفسك تاكل حاجه حلوه، طبعا رمضان في حاجات حلوه كتير، في بسبوسه وقطايف وكنافه، فمثلا لو انت عايز تاخد حاجه حلوه ونفسك فيها يبقى انت تستغنى عن النشويات اللي قلنا عليها في اليوم اللي هي في السحور وفي الفطار، هتمنع نشويات خالص او تشيلهم وتحط مكانهم قطعه كنافه او قطعه بسبوسه او قطعتين من القطايف، يبقى دول هيكونوا بدل نشويات اللي في اليوم. تاني حاجة انك قبل ما تاخد قطعة الحاجة الحلوة دي هتاخد قرص اورلي علشان يساعدك ان هو ما تدخلش معظم الدهون اللي موجودة في قطعة الحلويات دي، والكلام ده مش مسموح كتير، ده مسموح اكتر حاجة مرتين في الاسبوع. حاجة تاني ان طبق السلطة لازم يكون عليه ملعقة خل تفاح، لان ده بيزود من معدل الحل. في حاجة مهمة بقى لو انت معزوم عند ناس وهتخربها، يعني ملهاش حل غير انها هتتخرب، فالحل من كده ان انت تاخد قرص اورلي قبل الوجبة وقرص اورلي تاني بعد الوجبة، هتاخد واحد الاول وواحد بعدين علشان معظم الدهون تنزل وما يبقاش فيه دهون في معدتك، ونفس الوقت تزود الرياضة فيه، بدل ما بتلعب مثلا نص ساعة حاول تلعب ساعة، او بدل ما تلعب ربع ساعة تلعب نص ساعة، يعني ترفع معدل الرياضة وفي نفس الوقت تاخد اورلي قبل وبعد الوجبة. ان شاء الله مش هيبقى فيه خسارة فظيعة، لكن ده اخره يعني مرة في الاسبوع مش اكتر من مره في الاسبوع عشان ما نبوظ كل تعبنا. يعني ممكن حد يقول لي الله يا دكتوره بقى قول لي واحد قبل وبعد، ده انا هعمل كده في كل الوجبات. لا، عايز اقول لك ان انت عادي هتتخف، مش هيعمل لك اي حاجه. الكلام ده احنا بنتكلم لو انت ملتزم بالرياضه بتاعتك وبكل حاجه، لو جيت في يوم وغصب عنك عكيت. حاجه تاني مهمه جدا، الحاجات المالحه او الحلويات او البهارات او الشطه او الملح والفلفل والمخللات، كل الحاجات اللي احنا بنحطها في الاكل دي، والعيش كمان نزود عليهم العيش الفينو، كل الحاجات دي بتزود جدا جدا معدل الجوع على مدار اليوم. يعني انت لو بتاخد موالح او مخللات او لازم تاخد مثلا عيش فينو، كل الحاجات دي هتلاقي ان انت على مدار اليوم جعان جدا وعايز تاكل باي شكل. فيفضل ان اثناء الصيام نقلل خالص من الحاجات دي، او يا ريت نمنعها علشان ما نحسش بجوع طويل طول فتره الصيام. اخر حاجه وهي حاجه مهمه جدا جدا، كلنا عندنا اعتقاد خاطئ انه شرب الميه كتير اثناء وجبه السحور ده هيخلينا ما نحسش ان احنا عطشانين على مدار اليوم. الكلام ده مش صح تماما. انت لو شربت حتى ازازتين ميه في اثناء السحور، اللي هيحصل ان الكلى هتتعفرت وتبقى عايزه تتخلص من كل الميه الزايده، وده هيخليك كل شويه رايح جاي على التواليت، كل شويه طبعا بتروح الحمام، وده بيخليك انك عطشان اكتر طول الوقت وتحس ان انت يعني امال انا الميه اللي شربتها دي راحت فين. فده مش الحل. الحل ان انت تهتم انك تشرب ميه على مدار اليوم كله، وتكتر من اكل الخضار والفواكه اللي فيهم ميه. الخضار زي ما قلت طبعا كل الخضروات فيها ميه، لكن على راسهم الخيار، الخيار فيه نسبه ميه كويسه جدا. تاني حاجه بالنسبه للفواكه، البطيخ يا جماعه، وده موسم بطيخ، البطيخ ممتاز جدا جدا جدا، لو اخذناه في السحور او اخذناه في نص اليوم في اي وقت ده هيساعد جدا جدا ان احنا نبقى ايه شبعانين ونرطب جسمنا بالمية على مدار الوقت، مش بس في السحور. يعني في السحور اشرب المية معتدلة، لكن شرب المية زيادة ده هيخلي الجسم يطردها بسرعة وما يحتفظش باي حاجة منها وتبقى عطشان. ان شاء الله تدخلوا وتطلعوا من شهر رمضان وانتوا زي ما انتوا محافظين على وزنكم او خاسين لو التزمتوا بالنصايح ولعبنا رياضة كل يوم. ان شاء الله هتخسوا جدا وهتاكلوا كل نفسكم فيه ومش هتحرموا نفسكم من اي حاجة. لو الحلقة عجبتكم ادعموني، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم، واشوفكم في احسن صحة واحسن حال مع حلقة جديدة. باي باي.